كان يفكر باقتناص عامر شفيع سمير رجاء، والكرة سيطر عليها عامر شفيع في النهاية. تعود وحداتية إلى عبد الله ذيب، هذا عبد الله تحرك بالشوط الثاني بشكل أفضل، عبد الله ذيب في كل الاتجاهات، التسليم إلى سعيد مرجان وجول. هابي مرجان يرسم السعادة على وجوه الوحدات وعلى وجوه الوحداتية بهدف التقدم. سعيد مرجان يضع الوحدات في المقدمة، هدف للوحدات الثانية. الوحدات يفكر بالهدف الثاني، ليش لا، بوجود فهد يوسف، باندفاع لاعبي الحسين، فهد يوسف، مر فهد في مساحة ضيقة ولعب الكرة وعبد الله ذيب. الله الله يا عبد الله، هذا هو صانع الهدف وهذا هو مسجله. عبد الله ذيب في الاسبوع الماضي سجل بكرة مقشرة من حمزة دردور، اليوم فهد يوسف يحضرها على طبق من ذهب، وعبد الله ذيب ايضا في المرصاد في المكان والزمان المناسبين. الوحدات هدفين. سيطرة جماعية لفريق الوحدات على الكرة، الدقيقة 69، الوحدات الآن يدير المباراة كما يريد كما يشاء. رجائي عايد إلى سعيد مرجان، سعيد إلى حمزة دردور، شايفين الثقة المعنوية والأجواء الإيجابية للوحدات. عمر قنديل بلعب كرة عرضية، والهدف الثالث. ثلاثية وحداتية، وبهاء فيصل بالهدف الرابع يتصدر هدافين الدوري. بهاء يضيف الهدف الثالث لفريق الحسين الذي استسلم لجماعية الوحدات. قدم دخول من خلدون خزامي، الزوهر اعطى الافضلية، كرة ما زالت في اللعب، فرصة لتسجيل الهدف الرابع. هذا حمزة الدردور مع ابو مسامح، مر حمزة، الرباعية من حمزة الدردور، الرابع من حمزة الدردور، وفرحة مجنونة من مجنون كرة القدم الأردنية وكرة الوحدات. حمزة الدردور 4 للوحدات، لا شيء للحسين. نادي الحسين دافع ثمن الاندفاع الكبير إلى الهجوم، وفي المساحات الخالية حمزة الدردور يقتنص الهدف الرابع. هذه قصة الهدف الرابع، استلم، خروج لأبو مسامح، مر وغمزها، غمزها في المرمى حمزة الدردور إلى أحمد جمال، دخل ومر أحمد جمال، خذوا هات مع حامد توري، والهدف الأول للحسين. نتيجة تتكرر ممكن للمرة الثالثة في هذا الأسبوع.